ده احنا على كده بقى ما كناش نسواه. الوليه كل شويه تغضب وتصرخ وتروح تعيط له. قال على راي المثل، الراجل انيها وهي بتبص لامه بعينيها. قال بشاير ايه ده، المفروض يسموها لوايب. ولا والله الله يخرب عقلك، انت بتلعب في الجهاز عشان تموتني؟ انا عارفه ان امك مسلطاك علي عشان تعمل فيا كده. البيت بتابونا والغرب بيكرشونا. يا لهوي، انت البيت اللي انا لسه موضبه، انا الحقيقه منين ولا منين؟ بس ارحموني بقى. صباح الخير يا امي. صباح النور يا حبيبي، ازيك؟ في ايه بقى الصبح؟ طبعا ملاتك من ناحيتي وشعلليتك نار. يا ام يا ام، انا راجل عندي شغل وطالع عيني فيه عشان خاطري. بالراحه بالراحه يا اخويا، ربنا ياخدني ويخلصني بقى وترتاح، عشان ترتاح انت ومراتك وابنك في قلب البيت ويروق. لهمهم كله انهم يخلصوا مني. ابوس ايدك ابوس ايدك، خلي انت قلبك عليا عشان خاطري. حاضر يا حبيبي حاضر. انا ليا ايه في الدنيا دي غير راحتك؟ انا مناي حاجه واحده بس، اموريني تطلق الوليه دي وتخلص منها، ده ابوسها عكر. شايف ادي امك ايه، عايزه تخرب بيتي وتطلقني. قولي لي بقى، انت هتستفيدي يا ست انت لما تخربي بيتي؟ هتتجوزيه انت؟ ضربي قلة الادب بتاعتك دي. امال عايزه تخربي بيتي ليه؟ ده انا حماتك يا بنت، انا اضربك بالجزمه على نافوك. كفايه بقى كفايه، ده ما بقاش بيت، ده بقى بستان. طب اعمل ايه؟ انا هخفى من وشكوا خالص، وحتى همشي هروح شغلي من غير ما اغسل وشي. ارتحتي بقى يا اختي؟ ارتحتي انت يا اختي؟ دلعتي ابنك؟ ده تكنيله في شكلك، امشي غري من وشي. ده انت ما فيكيش ذوق. هتتطلقي هتتطلقي. ها بتاعك يا معلم ابو الشلة. كيس كوارع. تحت امرك يا معلم. سد السكينة نص. سد السكينة نص. خير يا عمنا. اهلا. ادينا الطلب ده. وجب. كمل انت مع الضغوط. عيني. خليك معايا يا ضغوط، كمل العشرة. ايوه استناه. نص فرش اربعه يا معلم. زودت 100. حاضر. طب اخفى دلوقتي. اه لا صبر، عملت كده السكينه. اه انا عايزك اذبح. ها طول عمري بقول لا انا قد الشوق وليالي الشوق ولا قلبي قد عذابه عذابه. يا شوق اللي مخرجك كده قدام البيت، الناس رايحة جاية عمالة تبص. أيوة استنى. إيه بوسنا؟ مالك يا أخويا؟ اتخنقت زهقت قلت أطلع بره أشم شوية هوا. طب خش جوه دلوقتي. خش جوه دلوقتي. من عيني. حاسب لا تقع على وشك. اتكعبلت في طرف الجلبية يا حاجة. سلامتك من الكعبالة يا معلم. عايزين نص فرش اربعات. كام دول؟ زيادة 100. بقول لك ايه؟ نعم. قول للولية بتاعتك دي تبطل الأعمال اللي بتعملها. الأعمال دي مش لينا احنا يا حاجة، ده عشان تبعد عيون الحكومة عننا. بس والله غلبانة وبتحبك البنت. اه يا اخويا، وانا كمان بحبها من القلب للقلب رسول. ربنا دي من محبة مصلحة. امر استاذ. انا عايزك في مصلحة يا معلم. مصلحة ايه لا مؤاخذة؟ احنا عايزين له بواقي حشيش. ايه؟ حشيش؟ اصل انا ودني بعافية ما بسمعش. الحشيش قال. لا مؤاخذة يا معلمي. لا مؤاخذة يا معلمي. قال انا منامك يا معلمي. في ايه يا زوز خير؟ الاستاذ تايه، فانا قلت مفيش حد يدله غيرك يا معلمي. معلش يا ابني اعذره، الدنيا تلاهي، هو حد عاد عقله فيه اليومين دول؟ تحت امرك اخويا، في حاجه؟ انا جاي اقصد مزاج الخير يا معلم. بس كده؟ عينينا ليك، خده المعلم شلوفه خليه يعمل له احلى حجر معسل على حسابي، اوعى تحاسبه ده ضيف. ها؟ يا معلم انا قصدي المزاج، حشيش يعني. ايه؟
حشيش حشيش يا ابني؟ حد قال لك ان الحته دي في حد بيبيع فيها حشيش؟ يا نهار اسود، الاخير انت تعمل شر انت لا نضايفك تقول لنا بتبيع حشيش؟ يا ابني احنا بتوع معسل الحال يا اخوانا، الراجل ده جاي يبوظ سمعتنا بيقول الحته فيها حشيش. حبيبي انا بجهز لك الفطار. والجاكيت فين؟ جاكيت؟ لا مش هنا، مش في الدولاب يا حبيبي، ما انت حاطه هنا ورا الباهم، انت نسيت ولا ايه؟ اهو الجاكيت بتاعك اهو. الضرفه دي مقفوله ليه؟ مقفوله؟ اه اصل انا قافلاها، اصل انا هدومي كلها حاطاها في اوضه اللبس هناك، فحطيت شويه حاجات حريمي كده قفلت عليها هنا، ما ينفعش تشوفها، عيب كده. حريمي؟ اه بس يا خبوستي بقى ما ينفعش. مش بتقولي حاجات حريمي؟ بس عيب. يلا يلا عشان تفطر، انا عامله لك الفطار بايدي. انا هفطر في الحاره مع اهل الحاره، وحشوني. طب يلا عشان تلحقهم بقى. طب ابص بص. يلا بس خد الجاكيت بتاعي. ايه اللي هناك ده؟ ايه ده؟ مش شايف حاجه. بس هو مفيش حاجه، شويه حاجات كده حريبي. يلا يا روحي يلا. حريبي. يلا عشان تلحق. بس باجي ابص. ماشي يا اخويا ماشي. رمانة كنت فاكرة روحي بس متشعلقة في رقبتك، أتاري جدتي وكل حتة فيا قفشين في إيدك، مش طايقين غيرك حتى لو كان من دمك. قلبي متفصص يا غريب وشبع مرار طافع، لا انا قادره الم نفسي في حضن اخوك ولا طايقه اديله ركن جنبك. ومين فينا اللي مات؟ انا ولا انت؟ سنين الجواز ادي اللي احنا بناخده منه للشباب، هم وقرف وغم وكلام فارغ. لو الغريبه بقى ان في ناس لسه عاوزين يتجوزوا يجوا يشوفوا النيله اللي احنا عايشين فيها دي. تؤمر بحاجه تاني سعادتك؟ لا اتفضل انت.